محتاج رأيك جامد أو محتاجة رأيك جامد. الموضوع مأثر على نفسيتي ومش عاوزة أظلم حد. أنا متقدم لي شخصين، واحد منجذبة لي والتاني لأ، وأهلي مصممين على التاني وأنا مش عارفة أخد قرار، وهم فعلا رأيهم صح بس أنا بحس إني مبسوطة مع اللي هم شايفينه أقل. أنا مش عارفة أعمل إيه، أرفض الاتنين. طيب تعالي نقول إن أنت مش في علاقة حب، دي مش علاقة عاطفية، في اتنين متقدمين، واحد مشدودة له شوية أو منجذبة له حبة، حاسة بارتياح شوية، والتاني مش قوي بس مش رافضاه تماما، إنما أنت لسه بتلعبي على الحبلين، مش عارفة يعني أخد حمادة ده ولا أخد حمادة التاني. أهلك شايفين إن الولد اللي أنت مش عاجبك ده كويس، ولكن التاني مش شايفينه كويس، أنت حالة كده من عدم الرضا، هتعملي إيه؟ أنا رأيي بقى الشخصي لا تنتن ولا تنتن، لا ده ولا ده، عشان ما تخشيش في قال وعاد. ما أنا قلتلك أنت اللي تقرري، ولكن في الحالة إن إحنا لسه ما دخلناش في علاقة عاطفية، ما فيش حب، ما فيش انجذاب، ما فيش حالة من دي، يبقى لا ده ولا ده، وأريح لك يعني تبتدي من أول وجديد. نرجع بقى نستقبل أول اتصال تليفوني.